صابر، هو في حاجة حصلت؟ وحشتيني أوي يا بت. ما تشوفش وحش يا أخوي، عايز إيه؟ زي ما أنت يا بت يا غالية، ما اتغيرتيش. لا اتغيرت، ده اتغيرت كتير كمان. انت بقى عايز ايه؟ مش عايز حاجة. انا قلت بعد الغيبة دي كلها ما جالكيش وايدي فاضية، ما جبتلك حاجة صغيرة كده يا رب تعجبك. هو من امتى الحداية بتحدف كتاكيت؟ بيتنا وحشنا يا بت، كل حتة فيه وحشين، بالذات الحتة دي. انت مش فاكراها ولا ايه؟ ما انت جاي لي 3 الصبح ولابس لي وش الملاك ده عشان تقول لي بيتنا وحشنا، عايز ايه يا صابر؟ عايز اشرب كوبايه شاي من ايدك الحلوه. مفيش زفت، انت فاكر نفسك في بيتكو ولا ايه؟ اه يا بت، ما هو بيتنا، مش بيتنا ولا ايه؟ كان زمانه جبر. اطلع بره. صحيح جبر بجد يا بت؟ اه جبر. راح فين يالا؟ انا هبلك صحيح لو امنتك من تاني بعد ما لهفت كل اللي حلتي. ما نصبتش عليك يا بنت الناس، انت اللي نصبت عليا. لا صحيح، والنبي البجاحه ليها ناسها. وربنا انت اللي نصبت عليا. لو حبيتيني بصحيح يبقى كنت بتديني الفلوس دي لاجل ما تساعديني اقف على حيلي، مش تداني عشان نتجوز. اللي بيحب بيدي يا غاليه، ما بيستناش حاجة قصادها. وانا خلاص اديتك كل حاجة، ما بقاش حيلتي اي حاجة. عايز مني ايه تاني بقى؟ ها؟ عايز مني ايه تاني؟ يا بنت انا لسه بقى على كل اللي كان بينا، ورايدك في الحلال. قلت ايه يا بنت الناس؟ يا ترى مخبي لي وراك ايه تاني يا صابر؟ مخبي لي ايه؟ عايزك يا غالي، بحبك وعايزك تعيش وياي بقيت عمري، وربنا ما اعرف اعيش من غيرك. قلت ايه؟ عايزني اعيش وياك ولا عايزني اربي لك ابنك؟ يا بت ما الواد كده كده مع جده، وبيكي ولا من غيرك اهل امه هيربوه. لما انا جيت لك انت يا بنت، انا مش لاقي ولا ست في الدنيا دي كلها احبها قدك، ولا الاقي حد استأمنه على الواد غيرك، عشان بحبك وعارف ان انت كمان بتحبيني، وربنا عارف ان انت كمان بتحبيني. اللي يحب حد يمرمطه المرمطه دي كلها؟ والمصحف كان غصب عني، ضحكوا عليا وورطوني وانا مش قدهم، كنت عايزان اعمل ايه؟ وادين اهو يا بت لفيت لفيت ورجعت لك. كل ده مش مكفيك يا بنت الناس عشان تعرفي ان احنا قدر بعض؟ قلت ايه بقى؟ قلت ايه؟ كلامك ده كله ما ياكلش معايا بنكلة. اطلع بره وما تجيش هنا تاني. هاجي لك كل يوم. اطلع بره يا صابر. وربنا ما طالع، وهاجي لك كل يوم. اطلع بره يا صابر، هفضحك والم عليك الناس. أوكي. اطلع بره يا صابر. اطلع بره يا صابر.
الصبر. اطلع برا يا صبر. اطلع برا يا صابر. الظاهر مامتك سابتك واتبنت واحدة تانية يا برقوقة. خوخة يا عينيا. مش فارقة، أهو كله مفعص. وماله؟ أما عزيزة يا حبيبتي قلبها كبير وخيرها على الكل، يعني ساعة تتبنى سجن القناطر ده كله، بمساجينه، بحراسه، بالمأمور ذات نفسه. اتبطيتي؟ بحبه أوي يا حاجة عزيزة. والله العظيم ومش متخيله نفسي مع راجل غيره، اصله عشره. المهم يا اختي انك مبسوطه، هو ده اللي يهم. انما برضو عينيكي تحطيها في وسط راسك ولا تعمليه زي النوبه اللي فاتت. ما انا قلت مش معقول كل اللي بيحصل ده صدف كده، ده كان ربنا مرتبه عشان نكون لبعض. وبعدين صابر كان ممكن يتجوز يعني اي واحده، بس لف لف ورجع لي في الاخر. ده ملوش غير معنى واحد، ان هو بيحبني وشاريني. وبعدين قلبي حاسس ان هو اتغير. طب ده عمره ما دخل عليا بهديه، لكن المره دي دخل عليا بهديه وبالشيء الفلاني كمان. جايب لي بونبونايه كده فضه. والزمن برضك بيعلم، اصل اللي حصل له ده مش شويه، يهد جبل ويعلم حمار. طب ده انت ما شفتيهوش كان بيترجاني ازاي عشان ارجع له؟ ده كان ناقص يبوس رجلي. وصابر مش كده، طول عمره مستقوي ودماغه جزمة قديمة. أنا حاسة إن هو اتغير. لا اتغير. والله العظيم اتغير. أنا حاسة إن المرة دي هيحطني في رموش عينيه وهيقفل عليا. والله كلامك معقول برضك يا غالية، إنما يا أختي الأمر ما يسلمش. وأنا زي ما قلتلك عايزة عينيكي وسعي كده. لا ما تقلقيش، عينيا في راسي. بس ايه القمر دي؟ هو الحاج جاي النهارده ولا ايه؟ زياره الحاج النهارده. يا رب يخليهولي يا رب. سلميلي عليه. ان شاء الله تسلمي يا حبيبتي. ايه رايك يا غالي؟ بقول لك قمر. يعنيك يا بنت هي اللي حلو. بتحبيه قوي كده. كاتك ايه يا غالي؟